والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صاحبي، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده هنتكلم عن هاتف شاومي نوت 9 اس. وفي الفيديو ده ان شاء الله مش هحتاج ان احنا نجيب صور ولا من مواقع ولا اي حاجه، لان الهاتف ده انا بستعمله في الفري فاير بقالي اكتر من سنه، والهاتف فيه مميزات كتير وعيوب برضه لا يتغاضى عنها، بس انا مش هتكلم عن ده كله وهنخش على طول على الاعدادات. بس انا هديك الاعدادات اللي بتاعت الحساسيه وحجم زر الضرب مع بعض النصائح زي ما احنا متعودين. اما بالنسبه للاعدادات اللي بتاعت الجهاز واعدادات خريطة المطور، ده هتلاقوها موجوده في فيديو هنا على القناه لسه نازل من حوالي يومين او ثلاثه، اسمه ماكرو الهيد شوت، عشان ما نعيدش الكلام ده في كل فيديو. اي موبايل انا هنزل له شرح هنا عاوز الاعدادات الخارجيه هتلاقيها موجوده في الفيديو ده. وبالنسبه للحساسيه وحجم زر الضرب، الاعدادات بتختلف في الموبايل ده بالذات. ممكن لو انت بتلعب بدي بي اي اعدادات مختلفه للتاني، حجم زر الضرب مختلف وحساسيه مختلفه، ولو انت بتلعب من غير دي بي اي حجم زر الضرب مختلف وحساسيه مختلفه. فانا شارك معاكم الحساسيه بتاعتي ان انا بلعب من غير دي بي اي، وان شاء الله هشوف لكم انا الحساسيه اللي هي لو انتوا بتلعبوا بدي بي اي حساسيه برضو مناسبه. بالنسبه للاعدادات بدي بي اي يا شباب، زي ما انتم شايفين الدي بي اي هيبقى 462، لو انت متعود تعمل دي بي اي اعلى اعمله عادي، وحجم زر الضرب 49. بس زي ما انت فاهم لما بتغير في الدي بي اي بتعليه بتزيد معاه الحساسيه، فممكن انت تحتاج انك تنقص حاجات بسيطه. بس انا شايف ان ده الدي بي اي المناسب وحجم زر الضرب المناسب والحساسيه زي ما شفتها قدامكم. وبالنسبه للاعدادات الشباب بدون دي بي اي اللي انا بستعملها حاليا هي اللي هتشوفها قدامكم دي، حجم زر الضرب من 30 الى 40، والحساسيه 178 56 الى اخر. وبالنسبه للاعدادات الخارجيه هتلاقوها موجوده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي هو بتاع ماكرو الهيد شوت. وبالنسبه للعدادات اللي بتاعت مسرع الالعاب او الجيم تربو، زي ما انتم شايفينها قدامكم كده، ممكن اي حد عنده موبايل شاومي ينفذها. واخر حاجه عاوز اضيفها، الاعدادات ممكن ما تنجحش معاك من اول مره، ممكن تنجح من اول مره، بس انا متاكد انها تنجح بعد ما تتدرب عليها كتير. ودايما تخلي اهتمامك زي ما انت بتهتم بالحساسيه وحجم زر الضرب، تهتم انت تستعمل دراكت شوت ولا فاصل دراكت شوت، او كيف تجيب شوت الخصم المتحرك او الخصم الثابت، انت فاهم كل حد تهتم بيه، لان الاساليب بتاعت الهيد شوت دي هي اللي هتطور من مستواك. وبكده نكون خلصنا الحلقات المهمة بتاعت النهاردة. اللي عنده مشكلة يكتبها في التعليقات، أو عنده استفسار يكتبه في التعليقات، ولو عندك أي اقتراح ممكن يحسن من محتوى الفيديوهات القادمة اكتبه برضه في التعليقات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.